بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بعون الله الجزء الثاني من الدورة الثانية لبرنامج علوم الحياة والأرض للسنة الثالثة إعدادي. البرنامج يخص الجزء الثاني، يعني يخص الجهاز المناعي، الأمراض التي قد تصيب الجهاز المناعي، مختلف الاستجابات المناعية التي يدافع بها الجسم ضد أي غزو جرثومي، وما هي الاضطرابات المناعية التي قد يعانيها بعض الأشخاص والتي تعيق استعمال الجهاز المناعي ضد الغزو الجرثومي. نبدأ إن شاء الله بتقديم حول علم المناعة. نعرف بهذا العلم الذي يدرس جميع الآليات التي تمكن الجسم من الحفاظ على تماميته وعلى كماليته، أي أن الجسم يستطيع التمييز بين كل ما هو ذاتي، يعني ينتمي إليه فيحافظ عليه ما أمكن، وغير الذاتي، أي كل ما لا ينتمي إلى الجسم يتعرف عليه الجسم وبالتالي يحاول التخلص منه، وهذا ما يحدث تجاه زرع بعض الأعضاء التي تفشل فيها العمليات الجراحية، بحيث أن الجسم يستطيع التعرف على العضو كأنه عنصر غريب عنه فيهاجمه كما يهاجم الجراثيم. إذن مبدأ مهاجمة أو المناعة فهو ضد كل ما هو غريب عن الجسم ولا ينتمي إليه، ولا يتعرف الجسم على الجراثيم كونها جراثيم، بل هي تعتبر بالنسبة إليه أجساما غريبة. يعيش إذن الإنسان في وسط مليء بعدة عناصر أجنبية عن جسمه تشكل فيها الجراثيم جزءا هاما، ومما يجعله هدفا للغزو من طرف هذه الأنواع من الجراثيم باستمرار. إلا أن الإنسان لا يصاب بالأمراض الجرثومية إلا نادرا، وذلك لأن الجسم يمنع أصلا دخول هذه الجراثيم ويتصدى لها في حالة إصابته بمشاكل مناعية تجعله عاجزا عن مواجهتها. إذن للعلم، فإن الجهاز المناعي لا يشتغل طوال الوقت، بل يبدأ عمله فور وصول العنصر الغريب إلى الدم. غير ذلك فهناك عدة حواجز شراحية طبيعية تعوق دخول هذه العناصر إلى الجسم، وبالتالي يكون الجسم في مأمن عن مواجهتها. سنتطرق في هذا الجزء من البرنامج لثلاث عناصر أساسية. أولا، نتعرف عن المتعضيات المجهرية الممرضة التي قد يتعرض لها الجهاز المناعي. في وقت لاحق سنرى ما هي أنواع الاستجابات المناعية في الجسم، ثم كيف يمكن تدعيم هذه الاستجابات المناعية في حالة فشل الجهاز المناعي أو عجزه عن التصدي لها، ثم أخيرا أنواع الاضطرابات التي قد يعاني منها الجهاز المناعي عند بعض الأشخاص الذين يعانون بعض المشاكل المناعية. تشير الصور المقترحة إلى بعض أنواع من الكائنات الحية المجهرية التي تحيط بنا في كل مكان، نجدها في الهواء، في الماء، على المواد العضوية، على أجسامنا، على الأقمشة، على الأسطح، لكننا لا نراها لأنها مجهرية. نرى على اليسار مثلا عفن الخبز وعفن الفواكه الذي نصنفه ضمن الفطريات المجهرية، التي قد تتسبب في عدة أمراض تتفاوت خطورتها بالنسبة للإنسان حسب نوعها. وهناك أيضا فطريات جلدية تتطور على جلد الإنسان، وهي جد معدية تظهر على شكل بقع بنية أو بيضاء في بعض الأحيان، ونصنفها ضمن الجراثيم التي تصيب الإنسان جلديا. يجب أن نعطي الاسم العلمي لهذه الجراثيم، كون الجراثيم الاسم المتداول، لكن الاسم العلمي نقول المتعضيات المجهرية بالفرنسية لميكرو أورغانيسم. تبين الصور المقترحة بعض أنواع عفن الفواكه التي يظهر غالبا في الفواكه الفاسدة التي لم يتم الاحتفاظ بها بطريقة جيدة وبطريقة صحية. نرى أن لها ألوانا عدة، قد تكون تتخذ لونا أخضر أو أبيض، رمادي أو أسود في بعض الأحيان. على اليسار نلاحظ زرعا جرثوميا
هذا الزرع الجرثومي يتم تحضيره داخل مختبر بيولوجي تحت درجة حرارة مناسبة لتطور البكتيريات، والتي تتراوح عادة ما بين 37 درجة سلسيوس اللي هي درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة سلسيوس داخل علب خاصة بالزرع البكتيري أو الزرع الجرثومي تسمى علب بيتري. نبدأ بحول الله أول درس وأول مقطع داخل الجزء الخاص بالمناعة. تكتبون عنوان الدرس في الأعلى من فضلكم، المتعضيات المجهرية، ولا تنسوا الترجمة بالفرنسية للميكرو أورغانيسم. كمدخل بسيط للدرس، المتعضيات المجهرية هي كائنات تحتل جميع الأوساط، الماء، الهواء، المواد العضوية، منها ما هو نافع ومنها ما هو ممرض كالفيروسات. سوف نتطرق في الدرس إلى ثلاث مقاطع. أولا نتعرف على أنواع المتعضيات وطرق تكاثرها، ثم نتعرف على المتعضيات النافعة لجسم الإنسان، فهناك منها التي تعيش داخل جسم الإنسان والتي بدونها لا يمكن أن نؤدي وظائفنا الحيوية بشكل عادي. هذا لتصحيح بعض المعلومات المغلوطة عند الناس الذين يعتبرون أن كلمة جرثوم تعني دائما متعضي مجهري مضر أو ممرض. في آخر الدرس سوف نتطرق إلى، وهذه أهم فقرة أشير إلى أن أهم فقرة، هي الأسلحة التي تجعل الجراثيم ممرضة وتجعلها خطيرة وترفع من صعوبة مواجهتها من طرف جسم الإنسان. نكتب إذن عنوان المقطع الأول، ما هي أصناف المتعضيات المجهرية وطرق تكاثرها. نبدأ بالنشاط الأول، نتعرف في أولا على أصناف المتعديات المجهرية، ثم نتعرف في وقت لاحق عن طرق تكاثرها. تبين إذن الصورة الأولى أول صنف من المتعديات المجهرية، ندرجها تحت صنف الحيوانات الأولية باللغة الفرنسية بروتوزوير. هذه الحيوانات غير متطورة كون جسمها لم يخضع إلى انقسامات، وبالتالي بقيت منذ أن خلقها الله بخلية واحدة فقط. إذا قلنا كلمة خلية فنحن نقول ثلاث مكونات الأساسية للخلية، النواة، السيتوبلازم والغشاء السيتوبلازمي. نرى على اليمين الباراميسيوم، والباراميسيوم عبارة عن حيوان وحيد الخلية، درستموه في السنة الأولى إعدادي في أول درس في السنة اللي هو التعرف على الخلية الحية. نلاحظ أن هذا الباراميسيوم محاط غشاؤه سيتوبلازمي بمجموعة من الأهداب التي تمكنه من التنقل داخل وسط عيشه. نسلط الضوء على أن هذا أو نسطر على أن هذا الحيوان يعيش في المياه الراكدة، وقد إذا انتقلت بالخطأ إلى جسم الإنسان قد يسبب له في أمراض تتفاوت خطورتها خصوصا على مستوى الأمعاء الدقيقة. على اليسار صورة للأميبا، هي كذلك من الحيوانات الأولية، لكن الاختلاف بينها وبين الباراميسيوم يتجلى في نوع التنقل، بحيث تتنقل بواسطة انغمادات للغشاء السيتوبلازمي المحيط بها الذي يكون ما نسميه بالأرجل الكاذبة بالفرنسية بسودوبود. أرجل كاذبة لماذا؟ لأنها فقط انغمادات للغشاء السيتوبلازمي بشكل أرجل صغيرة تتمكن بها من التنقل في وسط عيشها، وقد تتسبب إذا انتقلت إلى جسم الإنسان غالبا في الزحار الأميبي المصحوب بإسهال، مصحوب بخروج الدم. الصنف الثاني من المتعضيات المجهرية هو صنف البكتيريات، وكلنا يعرف هذا الاسم المتداول عامة بين الناس، لكن للعلم يجب أن نعلم أن هذه البكتيريات لها صنفين تصنف بحسب شكلها. فهناك المكورات منها، ومن خلال الاسم نلاحظ أن لها شكل كروي، وهناك أيضا ما نسميه بالعصيات ذو شكل عصوي. المكورات حسب طريقة تنظيمها تصنف هي أيضا إلى عدة أصناف. نجد مثلا على الصورة المكورات العقدية من خلال الاسم
فهي تكون شكل عقد، يعني أن هذه الكويرات مسطرة بشكل مستقيم على شكل عقد. هناك أيضا المكورات الثنائية، بحيث أن الكويرات نجدها مثنى مثنى، أو المكورات العنقودية التي نجدها على شكل عنقود عنب. كل وجل هذه المكورات تكون أو تتسبب في أمراض تنفسية تتفاوت خطورتها من شخص إلى آخر. هنا الصنف الثالث من المتعضيات المجهرية، يتعلق الأمر بالفطريات المجهرية. هناك عدة فطريات، منها ما هو نافع مثل فطر البينيسيليوم أو فطر الجبن كما نرى على الصورة. فطر البينيسيليوم يشتق أو تشتق منه مادة حيوية هي البينيسيلين، التي تستعمل في صنع الأدوية وفي الصناعة الصيدلية عامة، صنع الأدوية خاصة المضادات الحيوية. هناك فطر يتطور داخل الأنواع من الأجبان كما نرى على الصورة، كلهم فطريات نافعة. كما نجد أيضا فطريات مجهرية من نفس النوع لكنها ممرضة، مثل عفن الفواكه وعفن الخبز. نوع آخر من الفطريات، هذه المرة يندرج تحت صنف الخمائر. مثلا نذكر في هذا الصدد خميرة البيرة التي تستعمل في تخمير الخمور أو المشروبات الكحولية، أو التي تستعمل في صناعة الخل. أيضا نرى أن شكلها كما تلاحظون مختلف عن الفطريات المجهرية النباتية. هي عبارة عن خلايا، عن خلية أم تتطور أو تتكاثر عن طريق اختناق سيتوبلازمي، يعطي برعما صغيرا ينفصل عن الخلية الأم فيما بعد لتبدأ دورة التكاثر من جديد. نأتي على آخر صنف من المتعضيات المجهرية، يتعلق الأمر بالفيروسات. غالبا ما نرى على التلفاز أو في المجلات العلمية صور للفيروسات بهذا الشكل، لكن يجب أن نعلم أن الفيروسات لها القدرة على التطور السريع والمستمر وتغيير شكلها، الشيء الذي يجعل مواجهتها من طرف الجهاز المناعي أو مواجهتها بالأدوية شيء صعب نظرا لإمكانية تطورها السريع. وهذا المشكل هو الذي نعانيه خاصة مع فيروس السيدا الذي لم نجد له حلا لغاية الساعة، وكذلك فيروس الزكام الذي يتطور سنويا، والآن نعاني أيضا من فيروس كورونا عافانا الله وإياكم. نكتب الآن الفقرة الخاصة بهذه الأصناف التي تختصر جميع الأصناف وطرق التعرف على كل صنف على حدة. لا تنسوا إلصاق الوثائق من دفتر الرسوم التخطيطية صفحة 97 و99 على ورقة الرسم، ثم كتابة الملخص من فضلكم. الحيوانات إذن الأولية نبدأ بها، هي حيوانات وحيدة الخلية غير متطورة تعيش رمية. ما نقصد برمية؟ نقصد أنها يمكن أن نجدها على جميع المواد العضوية المحيطة بنا بشرط أن تجد علامة تتغذى. عكس رمية هي طفيلية باغازيتير، أي تعيش عالة على جسم آخر تقتات على دمه، باعتبار أن الدم وسط جد فعال وجد مريح للبكتيريا، بحيث له درجة حرارة مناسبة جدا 37 درجة سلسيوس، ويحتوي على جميع مواد القيت وعلى الأكسجين أيضا. نعود، إذن تعيش رمية على المواد العضوية أو طفيلية على دم الإنسان والحيوان، نذكر في هذا الصدد الأميبا والباراميسيوم. في الجزء الثاني أو النوع الثاني، البكتيريا تعيش على المواد العضوية أو تعيش أيضا طفيلية في جسم الإنسان، نذكر في هذا الصدد عصيات الحليب التي هي بكتيريا نافعة، والمكورات العنقودية التي هي بكتيريا ممرضة تتسبب في أمراض تنفسية والتهاب الرئة الحاد.
ثم في ثالث نوع فطريات مجهرية، منها ما هو نافع مثل خميرة البيرة التي تستعمل قلنا سابقا في تخمير المواد الكحولية، وأيضا في صناعة الخبز، والبينيسيليوم اللي هو فطريات تستعمل في الصناعة الصيدلية، منها أيضا ما هو ممرض مثل عفن الخبز، عفن الفواكه والأغذية بصفة عامة. آخر نوع الحومات أو الفيروسات، أؤكد هنا أن الفيروس كلمة عربية مشتقة من الفرنسية، بالفرنسية فيروس، لكن الترجمة العربية هي الحومات، جمع حمى، ومعظم الامتحانات ترد فيها كلمة حومات عوض كلمة فيروسات. تعيش طفيلية إلزاميا، أشد على كلمة إلزاميا، أسطر على هذه الكلمة، وسطروا أي أنتم أيضا بسطر أو خط أحمر على إلزاميا، أي أنها غير قادرة على العيش خارج جسم الإنسان أو الحيوان إلا لمدد قصيرة جدا. مثلا نأخذ على سبيل المثال حديث الساعة، فيروس كورونا الذي قد يعيش خارج جسم الإنسان على الأسطح العادية، القماش أو الطاولة أو الأسطح العادية، من ساعتين إلى 3 ساعات، بينما قد يعيش على المواد المعدنية كالحديد أو النحاس من 14 حتى 24 ساعة، وتتفاوت مدد عيشه خارج جسم الإنسان، إلا أنها ليست بمدد طويلة، كون الوسط الذي يوجد فيه غير طبيعي وغير ملائم لتكاثره، بينما إذا دخل جسم الإنسان فهو يتطور ويتكاثر ويصبح مهددا لصحة الإنسان ويشكل خطورة كبرى على جهازه المناعي. نأتي الآن على للنشاط الثاني، أتعرف طرق التكاثر لدى المتعضيات المجهرية. إذن تتكاثر المتعضيات المجهرية وفق 4 طرق، نذكر الطريقة الأولى، طريقة الانقسام. ماذا نقصد بالانقسام؟ أي أن الخلية الأم تتعرض إلى اختناق سيتوبلازمي منصف يقسم الخلية إلى خليتين بنتين متشابهتين في الشكل وفي القد وتشبهان الخلية الأم. نجد هذا النمط من التكاثر عند العصيات والمكورات، أي جميع أنواع البكتيريا، كما نجدها عند الحيوانات الأولية. الطريقة الثانية هي التبرعم. التبرعم نجده عند الفطريات المجهرية من صنف الخمائر، بحيث أن الخلية الأم تتعرض إلى اختناق سيتوبلازمي، لكن في هذه المرة ليس منصفا، بحيث يخرج برعم من الخلية الأم ينفصل عنها فيما بعد، ثم يكبر ليكون من جديد خلية أم قادرة على التكاثر. الصنف الثالث من التكاثر المتعضيات المجهرية هو التبوغ. التبوغ بحيث نجده عند الفطريات المجهرية من صنف العفن أو البينيسيليوم، تتكون أبواغ داخل كيس بوغي، عندما يصل إلى النضج يتفرقع ليحرر عدة أبواغ تسقط. هذه الأبواغ إذا وجدت وسط عيش ملائم، نقصد بوسط العيش الملائم وسط به تهوية مناسبة، به مواد قيت تتغذى عليه، وبه حرارة ملائمة، فسوف ينبت من جديد هذا البوغ ويصبح فطرا ناضجا ينهج نفس النهج من جديد. في حالة سقوطه على وسط زرع غير مناسب، في هذه الحالة يستمر البوغ ولا يموت، وينهج ما نسميه علميا بالحياة البطيئة، أي أنه يتغذى على أضعف الموارد الغذائية لكي يضمن العيش مدة طويلة، وهذا ما يحدث، وهذا ما يجعل مواجهته صعبة، وهذا فعلا ما نواجهه ضد الفطريات الجلدية التي قد تصيب الإنسان على مستوى جلد اليد أو الرجل، والتي تجعل مدة العلاج طويلة حتى يتمكن الإنسان من التغلب على هذه
الأبواب. الطريقة الأخيرة تخص الفيروسات، يجب أن نسطر على أن الفيروسات هي طفيليات تعيش فقط على جسم الإنسان عالة عليه، أي أنها تقتات على جسم الإنسان ولا تستطيع الاعتماد على نفسها، إذن فهي أضعف المخلوقات إذا اعتبرت خارج جسم الإنسان، ولكنها تصبح خطيرة ومهددة إذا وجدت داخله. كيف تتصدى هذه الحماة إلى جسم الإنسان؟ تختار حمى خلية مناسبة حية من جسم الإنسان، تدخل داخل السيتوبلازم، ثم تخضع نواة الخلية إلى حكمها تحت الحكم الجيني للفيروس، فتصبح النواة مستعمرة من الفيروس وتعطي أوامرا لتكوين خلايا جديدة فيروسية، عوض أن تعطي أوامر لصالحها ولصالح تكون خلايا صحية جديدة وسليمة. وبهذا يمتلئ السيتوبلازم بالفيروسات، وفي نهاية الأمر يتم تحريرها بعد أن تتفرقع الخلية وتموت، ويصبح كل فيروس يهدد خلية حية جديدة. الآن نكتب على دفتر الدروس تلخيص لطرق تكاثر المتعضيات المجهرية. تتكاثر المتعضيات المجهرية بأربع طرق مختلفة: الانقسام، وهي معناه كل خلية أم تنقسم إلى خليتين بنتين عن طريق اختناق سيتوبلازمي. الثاني التبرعم، من كل خلية أم يتكون برعم ينفصل عن الخلية الأم ثم يكبر. التبوغ، في كل كيس بوغي تتكون عدة أبواغ، عندما تصل إلى النضج يتفرقع الكيس ليحرر أبواغا تتعرض فيما بعد للإنبات في حالة توفر ظروف عيش ملائمة لتعطي من جديد فطرا ناضجا. آخر طريقة التكاثر داخل خلية حية، بحيث تتسرب الحمى داخل الجسم الإنسان، تختار خلية حية لتتكاثر داخلها، تخضع نواة الخلية لحكم الفيروس فتتكاثر الفيروسات داخل السيتوبلازم، ثم تتفرقع الخلية لتحرر آلاف من الفيروسات، كل واحد منها يغزو خلية جديدة. الفقرة الأخيرة من المقطع الثاني يعرفنا على ميادين استعمال المتعضيات المجهرية النافعة لتصحيح معلوماتنا وعدم اعتبار أن جميع الجراثيم ممرضة. إلينا الآن سوف نتعرف على بعض المتعضيات النافعة وما هي الميادين وطرق استعمالها. عندنا ثلاثة ميادين استعمال. الصناعة الغذائية نستعمل فيها خصوصا العصيات والخمائر، الخمائر يعني من صنف الفطريات والعصيات من صنف البكتيريات. تستعمل الخمائر في المشروبات الكحولية، في تحضير الخبز والحلويات، وأيضا في الخل، في صناعة الخل. عصيات الحليب تستعمل في تحضير الياغورت والرهيب والأجبان وجميع المنتوجات الحليبية. في الصناعة الصيدلية نستعمل فطر البنسلين، سبق وأن تطرقنا إليه بالشرح، وهو يستعمل كمضاد حيوي في بعض المواد الصيدلية وفي صناعة المضادات الحيوية. بعض البكتيريا مثل إشيريشيا كولي، والتي تعيش بشكل طبيعي في الماء الدقيق والماء الغليظ عند الإنسان، تستعمل أيضا بعض البكتيريات في صناعة الفيتامينات والبروتينات والهرمونات. أيضا في الصناعة الكيميائية نذكر الريزوبيوم الذي يستعمل في الميدان الفلاحي، بحيث يتعايش مع القطاني، حيث يغني التربة بالأزوت الذي لا تستطيع النباتات استغلاله من الهواء مباشرة. هناك بعض أنواع أخرى من البكتيريا التي تستعمل في الميدان الإيكولوجي أو البيئي، مثل في تقنيات المياه المستعملة، بفعل بكتيريا لها القدرة على تحليل الفضلات العضوية الملوثة. نستعملها أيضا بعض الأنواع في المكافحة البيولوجية، يعني في السلسلة الغذائية،
لها القدرة على أن تمرض بعض الحشرات المضرة بالمحاصيل الزراعية وتخلصنا منها بدون استعمال مبيدات حشرية مضرة بصحة الإنسان فيما بعد. بهذه الفقرة نأتي إلى نهاية حصة الأسبوع 16 إلى 22 مارس. الحصة المقبلة ستتناول بالذكر الجزء الأخير من الدرس، وهي أهم جزء الأسلحة التي تمتلكها المتعضيات المجهرية وتجعلها خطيرة في الدفاع ضدها من طرف جهازنا المناعي، فكونوا في الموعد.